بزاف هاد الطرق وهاد النصوص كيرجع للاصل ديالهم لواحد الكتاب اللي هو معروف بزاف واللي هو شمس المعارف الكبرى. معروفش على حياة البوني بحيث تزاد في مدينة عنابة بالجزائر ومات في مدينة القاهرة في القرن الثاني. هاد الكتاب هذا فيه بزاف ديال الطلاسم، اول حروز اللي كيسدوهم العرب كاملين اللي يمكن لهم يعطوك واحد القوة خارقة اللي هالكتاب في الحد ذات ديالو عنده واحد طاقة خارقة وما خاصكش تهزو ومحرم وما يمكنش لأي عربي يهزو ويستعن بالقوة اللي فيه. ولكن في هاد الفيديو غادي نشوف واش هادشي بصح ولا غير كذوب. ناخذ من هاد الكتاب واحد الحرز اللي عليه غنخدمو هاد الفيديو ديالنا كامل اللي هو هادو. انا نصورو لكم ونكملو الفيديو. هاد المخطوطات فيها طرق اللي تقدر تأثر بها على الطبيعة وتقدر توصل لأي حاجة بدون مجهود. مثلا هذا النص كيوصف واحد العلاج لمرض حمرار العين بحيث كتجبد حجاب وكتلوي فوق العين المصاب وكيبرى، وهذا فيه كيفاش تفرق ديال الناس كيبغيو بعضياتهم. آلاف ولا ملايين ديال الناس اعتقدوا بلي هذه الورقة تقدر تأذي أي واحد كيقيسها، ولكن إلا رجعنا للور شوية وشفنا هذا الشيء وحيدنا هذا الديكور ديال الشمع والبخور غادي يبقى هذا الشيء مجرد حبر على ورق بحال أي كتاب قديم أو حديث. نفس الحبر اللي على أي كتاب هو نفس الحبر اللي على اي ورقه، وبحال هاد الورقه ديال الريع. الحجاب كيبدا بدعاء اكيد على الله يحمي حامل هاد الحجاب، ولكن اهم شيء هو هاد الجدول اللي فيه هاد الرموز العجيبه. الا شفنا هاد الشيء عن قرب غادي نلقاو ارقام هنديه او عربيه بحال رقم 8 او 7، ولكن في نفس الوقت بعض الرموز ما عندها حتى معنى او شبه مع اي رقم مألوف بحال هاد الرقم العجيب. اول حاجه غنشوفوا اصل هاد الارقام. كاين جوج الانواع اللي كيتستعملوا في الشرق الاوسط او شمال افريقيا واوروبا. غنشوفو الشبه بين هاد الأرقام. شد رقم جوج الهندي وقلبو 90 درجة يجي نفس الرقم. نفس الشيء في رقم 3 حيت كنلقاو رموز شبيهة في الحجاب ديالنا. دابا خاصنا نشوفو أصل هاد الأرقام بحيت غنمشيو لواحد الكتاب ديال جون ياسين اللي ألف هاد الكتاب الإسم ديالو إيستواغ دو ماتيماتيك، حكاية الرياضيات أو قصة الرياضيات ولا تاريخ الرياضيات. فهاد الصفحات الأخيرة ديالنا اللي في هاد الكتاب كنلقاو واحد الجدول في أنماط كثيرة من الأرقام، بداية بالأرقام البرهاتية إلى الأرقام المتداولة الآن. في هذا الكتاب ديال جون الشكل العجيب ديال القبيلة ما هو إلا الرقم 5. الحجاب ديالنا إذن ما هو إلا جدول ديال الأرقام. الأرقام اللي في هذا الجدول كيتبعوا واحد النمطية أو واحد النسق. إلى جمعنا الأرقام اللي في السطر الأول 4 زائد 9 زائد 2 كتساوي 15، وإلى جمعنا السطر الثاني نفس الشيء 15. السطر الثالث نقصنا واحد الرقم اللي كاين، ولكن باش نكملو 15 هذا الرقم ما يمكن يكون الا 6. 6 الرمز ديالو في كتاب جون هو هذا. واش هو اللي غادي نلقاو في الحجاب؟ طبعا نفس الرقم. ماشي فقط الاسطر اللي كيعطيو 15 ولكن الاعمده كامله، يعني من ما جيتي غادي يعطيك 15 سواء من اليسار او اليمين او افقيا او عموديا. حد هنا كيسالي لا فيديو ديالنا، ما عليك غير انت ولا انت لاول مره تفرجت فيها غير تهبط لتحت ودير واحد سبسكرايب وتشترك حتى معنا في القناه ديالنا. ويلا كنتي متفق معايا في هذا الشرح اللي عطيتك غتهبط لتحت وتخلي شي كومونتير زوين وتخلي وجهه النظر ديالك. ولا بغيتو اي فيديو واحد اخر ما عليك تمشي عندي سواء انستغرام نطلع لكم هنا ولا هنا وتما بغيو الاقتراحات ديالكم وشنو بغيتو تبدل في القناه. وشكرا بزاف.